أخيراً أخيراً نحن بالقصر يا زينال. هلأ اجتنا فرصة جديدة لنحقق هدفنا. نشكر الله سلطانة. وقت بتزرع بذرة بالتراب وبتسقيها لازم بعد ما تكبر تقطفها. بسرعة لعند السلطانة قول بهار. سلطانة أهلا وسهلا بحضرتك. نورت القصر يا سلطانة. لما التقينا بأول مرة كنتوا صغار لساتكم. وهلأ صرتوا صبايا حلوين كتير. بفضلك يا سلطانتنا، كله بفضل كرمك علينا. أنقذتينا من الموت يا جناب السلطانة ودخلتينا على الحرم لك ومنحتينا حياة ما كنا نحلم فيها أبداً. هلأ إجا الوقت اللي لازم تثبتوا لي فيه إخلاصكم. حربنا معهم بلشت من اليوم. بدنا ننتقم من اللي ظلموني أنا وبيزيد ونرجع حقنا. بعرف إنه ظروفنا مو سهلة بنوب وفي خطورة، بس نحن قد أكيد. روحنا فداك يا جناب السلطانة. سلطانة جول بهار، نور القصر. أهلا وسهلا فيك سلطانة. لولا جهودك أنا ما كنت رجعت أبدا يا باشا. شكرا كتير. إن شاء الله دفتر أماس يتسكر بالمرة، ومن هلأ ورايح رح أعمل كل شي لحتى جنابك تضلي عنا. كان بالي مرتاح لأنك كنت عطول مع ابني. هذا الشي ما رح ينتسى، وإن شاء الله رح تضل جنبه لما يصير سلطان. لا تشكي بهذا الموضوع بنوب يا سلطانة. بإذن الله تعالى طريق سمو الأمير مفتوح. ومين قال لك إنه عندي شك يا سنان باشا؟ لنوصل لهدفنا لازم نبلش شغل وفوراً.